أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم نستضيف عدة كفاءات في عدة مجالات. رحبوا معي بضيف حلقتنا اليوم وهو السيد محمد علي زيد الحبسي. أهلا وسهلا فيك سيد محمد، شرفتنا في برنامجنا الأسبوعي سيدي الكريم. بداية نبي نعرف مين بيكون سيد محمد علي زيد الحبسي وكيف كانت بداية حياتك المهنية في هذا المجال. محمد علي زيد الحبسي من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، من سكان رأس الخيمة. ومثل ما تقولين بديت الموضوع هذا كوني أعاني من مشاكل في المعدة تقريبا من 2003 لين 2018. الأغلبية كانوا يتكلمون عن اللي هو القولون العصبي والقولون العادي وعلى حسب المضادات الحيوية اللي ناخذها. من بعد انتقلت استشارة طبية بأسبانيا، وعرفوا للحالة أن هي ما يخصها في القولون أو القولون العصبي، إنما هي عن طريق موجودة حساسية في المعدة من مواد غذائية معينة. تم نصحي هناك في الزعفران الأسباني، يعتبر من الجودة المميزة، وبناء على تقرير طبي تمت إرساله للمزارع الأسبانية. كون ب 2018 ما حصلنا أي نتيجة، ولله الحمد بشهر 1/2019 حصلنا نتيجة وحصلنا على المنتج هذا بشروط معينة، لأن الجماعة شوي صعبين في التعامل فحطونا شروط معينة وتعجيزية، لكن الحمد لله تغلبنا عليها. وصولا إلى أنك فتحت الشركة هاي صح؟ هي نعم، من شروطهم أن نفتح رخصة تجارية باسم روفر سينجلوتين. روفر سينجلوتين نعم. طيب خبرني شوية عن خدماتها. الزعفران متخصصة بس في الزعفران الإسباني؟ لا، هو حاليا متخصص كنا وصلنا للزعفران الإسباني. في المستقبل إن شاء الله إذا الله راد، كون إني أنا أعاني من مشاكل صحية في المعدة اللي هي من مواد غذائية متواجدة عندهم هناك في برشلونة فقط، تتبع لشركة معينة، وللآن ما قدرنا نحصل عندهم الموافقة على استيراد المواد الغذائية هذه. تعتبر أنها موافقة طبية أوروبية مختوم عليها، يعني شهادة طبية أوروبية. هاي من خطة المستقبل يعني. إن شاء الله من خطة المستقبل. طيب سيد محمد، بما أنه حكينا شوي على الأمراض وكذا، خبرني على الأمراض اللي يعالجها الزعفران الإسباني. بعيد الشر عنكم طبعاً، الزعفران الإسباني يعالج، يحسن الجهاز الهضمي ويحسن الجهاز التنفسي ويدعم الدم في التغلب على الأنيميا، ويساعد في الحماية من نوبات القلب وانسداد الشرايين، ويعالج الأمراض السرطانية وأكثر من ذلك، لكن يعني هذا اللي يحفزني حاليا. كم الكمية اللي يستخدمها المريض مثلا؟ جزء بسيط باليوم، يعني ما يزيد عن نص جرام، من نص جرام لجرام، لأن لو زاد الشيء زاد عن حده ينجلب ضده، لأنه يؤدي إلى سموم في الجسم، فما ننصح في زيادة بالزعفران. سواء من عند المريض او شخص عادي، في خلال الطبخ مثلا بتروح الفوائد تبعه؟ لا بالعكس، بطريقه الطبخ يزيد الماء في الطبخ، ولما ينطبخ مع الماء الحار تتوزع الفوائد كامله على مستوى الطبخه بالكامله. طيب سيد محمد، اكيد دوله الامارات يعني ساعدتك في كثير اشياء وساعدتنا كلنا، يعني خبرني اكثر عن نعمه الامن والامان في دوله الامارات. من الشروط الأساسية في نجاح أي تاجر وأي شركات على مستوى العالم وجود الأمن والأمان، ولله الحمد دولة الإمارات أمن الشيء هذا، وهذا الشيء يتكلم فيه مستوى العالم مش اللي أنا بتكلم فيه.
سيد محمد، خلينا نتكلم اكثر على الزعفران والفوائد تبعه بالاجمال. يعني الزعفران ولله الحمد فوائد كثيره، وانصح اي شخص اذا كان عنده اي اعراض يراجع طبيبه قبل لا يستخدم الزعفران، مثل مرضى الضغط فيسبب لهم اثار سلبيه، ولازم ينصح فيه الدكتور الكميه اللي هي ياخذها. والزعفران انا بديته بمثل اني جبته لي ولاهلي، وقامت الناس تنعجب فيه، وشوي شوي دخلوا علي الشباب وقالوا دام ان عندك رخصه وعندك كذا وعندك كذا، فننصح ان نشوف ان المجتمع يستفيد منه والناس تستفيد منه مثل ما انت استفدت. سيد محمد، اذا عندكم مواقع تواصل اجتماعي مشان نتواصل من خلالها الزبائن؟ موجود عندي التواصل الاجتماعي عن طريق الانستغرام اللي هو روفر سن جلوتين، وعن طريق السناب شات اللي هو روفر يو اي، والواتساب اللي هو موجود عنوانه في الـ 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 في الـ الـ الانستغرام. طيب سيد محمد، فيك تقدم رسالة شكر لإنسان كان عزيز عليك أو إنسان كان داعم لك في فترة حياتك المهنية؟ والله كل الشباب، ما أخص شخص معين، ولله الحمد كلهم وقفوا معي وقفة خير وجزاهم الله ألف خير. إن شاء الله نقدم رسالة شكر لكل إنسان كان داعم لك سيد محمد. سيد محمد، بما أنه إحنا في وقت هذا الفيروس كورونا، فيك تقدم رسالة للمواطنين أو المقيمين، شو النصائح اللي من خلالها انهم يحافظوا على صحتهم؟ نصائح الالتزام اول شيء بتوجيهات الدوله من الجهات الرسميه، والابتعاد عن الشائعات بشكل تام، هذا اهم شيء، كون المعنويه تكون مرتاحه. دام ان المعنويه مرتاحه فان شاء الله يكون الاشياء الاحترازيه مهم ياخذها ببساطه ويكون بصحه وسلامه. طيب سيد محمد، انتم اكيد عندكم يعني خدمه توصيل خصوصا في هذه الفتره؟ نعم، موجودة خدمة توصيل على مستوى الدولة كاملة. ولما يدخلوا زبائن على مواقع التواصل الاجتماعي تبعكم بيلاقوا أرقام فيها تواصل، صح؟ نعم، عن طريق السناب شات والانستغرام والواتساب. في الختام سيد محمد، نشكرك على حسن استضافة فريقنا ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق على مدى السنين. شكرا لك. الله يسلمكم، مشكورين. في الختام شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، واللقاء في حلقة جديدة مع كفاءة جديدة. دمتم في أمان الله.